اهلا بكم مشاهدينا الكرام، غولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم وللتفاصيل ونبدأ هذه الجولة من صحيفة الأخبار. الرئيس السيسي 8 سنوات من الإنجاز تؤسس الجمهورية الجديدة. القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 انطلق بنجاح مساء الأمس من ولاية فلوريدا الأمريكية. وزير الخارجية أكد القارة الإفريقية هي الطرف الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ. من صحيفة الأهرام توطين صناعة الدواء أولوية وإعلان تفاصيل التنمية الزراعية بسيناء قريبا وحركة ترقيات الجهاز الإداري بالدولة من الأول من يوليو. مؤتمر الإفتاء يطالب بالتعاون الدولي لمواجهة التطرف. من صحيفة الشروق مصر وبريطانيا تحتفلان بشراكتهما الخضراء اتفاقيات مناخية جديدة وعروض تعليمية قبل كوب 27. مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مصر لها دور عظيم في مواجهة التطرف. في الشأن المحلي التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل القسط الأول من مصروفات العام الجديد قبل الأول من شهر سبتمبر. من صحيفة اليوم السابع البنك المركزي المصري سددت 10 مليارات دولار ديونا خارجية منذ بداية العام الجاري، وتقديم شهادة تلقي لقاح كورونا شرط أساسي لسفر الحج القرعة هذا العام. منتخب مصر واجه إثيوبيا اليوم بملاوي في تصفيات أمم إفريقيا السابعة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. على أرصاد طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43. نتحول إلى الصحف العربية ونطلع من صحيفة الشرق الأوسط. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن من صنعاء لإقناع الحوثيين بالمقترحات، وزعيم الحوثيين يهدد باستئناف القتال. بعد أشهر من التوتر على خلفية نزاع الصحراء، الجزائر تعلق الصداقة مع إسبانيا. هجوم بطائرة مسيرة استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل. من الخليج الإماراتية اجتماعات الليبية في تونس ونقاشات قيمة بشأن وقف إطلاق النار ونزع السلاح. البرلمان العراقي يقر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا في صفوف ركابها، ومنع السفينة الألمانية من دخول ميناء طنجة المغربية. من صحيفة عمان اليوم سلطان عمان رئيسا للجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة. برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد انطلاق محادثات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية، ونظريات المؤامرات تخيم على جهود منظمة الصحة للتوصل لاتفاقيات لمكافحة الأوبئة. من صحيفة اللواء تشدد عون في تشكيل الحكومة اللبنانية ومؤشرات الفراغ الرئاسي تلوح في الأفق، وتحذير أمريكي قطاع الطاقة في لبنان على وشك الانهيار. لبنان يرحب بالسياح وميقاتي متفقدا تحضيرات المطار، ملف الترسيم قيد الحل سلميا. إلى الصحف العالمية والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية. زيلينسكي يؤكد معركة زيفر دونياستك الوحشية ستحدد مصير دونباس. وكالة الاستخبارات الأمريكية تفتقر إلى صورة واضحة لاستراتيجيات الحرب في أوكرانيا. تنظيم داعش الإرهابي يشكل تهديدا قويا لحكم طالبان في أفغانستان. نقرأ من صحيفة اندبندنت بريطانيا القوات الروسية تستهدف جنوبي بلدة إيزيوم الواقعة شرق أوكرانيا بمشاركة 40 دولة و18 منظمة دولية. سويسرا تنظم مؤتمرا حول تعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا يوليو القادم بعد تفشي الوباء، فرض إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد 19 في إجراء من شنغهاي. من صحيفة ليموند الفرنسية إيران تدين تبني القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبره إجراء سياسيا غير بناء. إصابات كورونا العالمية تتجاوز نحو 530 مليون إصابة. من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية القوى الغربية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية. جو بايدن يناقش اليوم تنظيم انتخابات حرة مع نظيره البرازيلي بولوسينارو، ويؤكد أن الولايات المتحدة تدافع عن الديمقراطية. تحطم طائرة عسكرية أمريكية في جنوب كاليفورنيا.
وننتقل لأبرز التصريحات في صحف اليوم ونقرأ من صحيفة الأخبار. رئيس الوزراء مدبولي: نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6% وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الجديدة. من صحيفة عمان اليوم: الرئيس الفلسطيني محمود عباس: رواية الاحتلال بشأن الأقصى باطلة وليس لها أي سند تاريخي أو قانوني. ومن نيويورك تايمز الأمريكية: الرئيس الأوكراني: ندافع عن مواقعنا ونلحق خسائر فادحة بالعدو في سيفيردونيستك، ولا شك أنها معركة شاقة وقد تكون واحدة من أصعب المعارك. وبعيدا عن السياسة، نطلع من صحيفة اللواء أسباب لوجع الأسنان، حيث أظهرت دراسة أمريكية أن هناك 5 أمور يمكن أن تلحق الضرر بأسناننا وتسبب لنا الألم، منها معجون الأسنان، الفحم، وماء الليمون، وخل التفاح، والعصائر المطهوة، بالإضافة للوجبات الصغيرة، وكلها أسباب غير متوقعة لتلف الأسنان. من ديلي ميل البريطانية: تم اكتشاف عينة أحفورية لنوع غير معروف سابقا من نوع الزرافات، كان يتمتع برقبة قصيرة، مما يعزز فرضية أن رقبة الزرافة لم تكن طويلة منذ البداية، إلا أن هذا الحيوان لطالما فضل استخدام أسلوب النطح للدفاع عن موقعه والوصول إلى الطعام فوق الأشجار. وهذا الاكتشاف يعود إلى حيوان عاش قبل نحو 17 مليون عام في الصين. ختام هذه الجولة الصحفية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.